بعدنا مستمرين وياكم اعزائنا المشاهدين من برنامج منشد العراق، والان المواجهه بين باسم حساب وكرار الشمري من فريق مهدي العبودي. باسم حساب وكرار الشمري، حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. رمضان مبارك عليكم. حياك الله من الهمين حبيبي. ان شاء الله كل التوفيق. ما لدك انه مرتبك خايف؟ مثل ما اتفقنا ها؟ ان شاء الله خير. منو راح يبدا بالبدايه؟ ان شاء الله جاهزين. يلا. جاهزين. اقرا باسم انت الاول. بسم الله. موقفي هد الرواسي مر علي حيرتي من فوق مهري بلا ايدي. موقفي هد الرواسي مر علي حيرتي من فوق مهري بلا ايدي. مدري اطيح على الوجه مدري على ظهري، وانا كل هذا وافكر شنو عذري. سامحيني سامحيني خويا من قطعه ويميني عاتبتها ظلت ملزمه بقميصي وسامحتها. خويا من قطعه ويميني عاتبتها ظلت ملزمه بقميصي وسامحتها. من اخذت السيف منها وقعتها، من اخذت السيف منها وقعتها، وانزليت من مهر مصر قابلتها قابلتها. هاي ايدي بيج زينب سامحتها، هاي ايدي بيج زينب صافحتها. بيج انا دقيت صدري من جبتها، بيج انا دقيت صدري من جبتها. جنت قل وداعت الله امشي قاتل بالعطاشة. هالله هالله يا ابو فاضل. جنت قل وداعت الله امشي قاتل بالعطاشة. هالله هالله يا ابو فاضل. واحمل السيف بيسار ودمي يجري، انا كل هذا وافكر شنو عذري. سامحيني سامحيني. احسنت باسم. احسنت طيب الله انفاسك. نسمع كرار خادم حبيبي. يلا. موقفي غد الرواسي مر علي حيرتي من فوق مغري بلا ايدي. مدري اطيح على الوجه مدري على ظهري، وانا كل هذا وافكر شنو عذري. سامحيني سامحيني خويا من قطعه ويميني عاتبته عاتبته. خويا من قطعه ويميني عاتبته ظلت ملزمه بقميصي وسامحته سامحته. من اخذت السيف منها وقعتها وقعتها، وانزلت من مغري مسرع قابلتها قابلتها. هاي ايدي بيج زينب صافحتها، بيج انا دقيت صدري من جبتها
من جبيته وبعد كنت قل وداعت الله امشي قاتل بالعطاش الله الله يا ابو فاضل وحملت سيف في بيساري دمي يجري وانا كل هذا وافكر شنو عذري سامحيني سامحيني. نعم باسم وكرار طيب الله انفاسكم الله يبارك فيكم يا رائعين. تبقى القرار قرار مهدي العبودي لكن خلنا ابدي بملا مالك الاسدي. والله الاثنين اصوات جميله ورائعه يعني قالوا حلو بس اكو تفاصيل صارت عند كرار ما وهي ماكو ايقاعيه اللطم فقط بس هاي يعني لا 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 موقفي هد الرواسي مر علي شوف صارت ايقاعية تقدر تتصرف بها بس بالحفاظ مع الايقاع وهذا مو معنى الايقاعية يعني انا هسه من قريت اداء الايقاعية ما له علاقة هذا مطلوب هذه مراحل نهائية العفو كرر المراحل النهائية مطلوب بها الاداء والايقاع والصوت واللحن كله محسوب هذا بس هذا مو معنى انه انت ما قلت حلو انت قلت حلو وصوتك حلو وكذلك الاخ باسم ايضا قال حلو واهنيكم على هاي الاصوات هذا القرار مو القرار يم استاذ مهدي اعتقد نعم استاذ احمد الذهبي والله القصيده جميله وادوها بشكل رائع وجميل والملاحظه اللي مثبتها انا حكاها استاذ مالك انه ايقاع اللطم كان المفروض انه يتوفر لانه القصيده المنبريه يجب ان تخرج بشكل متكامل احسنت هذه الملاحظه الوحيده واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الملحن مصطفى الربيعي الصراحه اصوات جميله انا شفتها بغض النظر عن الايقاعيه وغير هاي الامور والتفاصيل الايقاعيه هي تحسب انا اشوفها بنظري تحسب للرادود ان ادى بيها بهاي المرحله اما احنا فما مثبتيها بالحقيقه عموما القرار بعد اللي صاحب القرار باسم انت اليوم شنت مستعجل بالاداء يعني القصيده كانت مو بهالسرعه هاي اديتها بشكل سريع جدا انا متابعك والبارح احنا كنا مجتمعين وقلت لك احفظ حتى لا تأدب ارباك وبالتالي اليوم اديتها بشكل سريع كرار انت اليوم بالغت بالتصرف ما كان الى داعي هذا التصرف الزايد وهاي العرب والتريلات ما لها داعي كانت تأدي القصيده مثل ما هي مثل ما اتفقنا عليها البارحه بالتالي انه انت كنت احلى من باسم بس باسم كان مسيطر انه ما استعرض زايد كان مشكله باسم فقط انه سريع بالاداء اداء القصيده القرار لك يا ملا مهدي ما طولنا عليكم نعتذر بس ان شاء الله انه تبقى هاي الروح الاخويه الموجوده بيناتنا مثل ما اتفقنا البارحه تمام شباب اخو اقول لك ماكو فرق بيناتنا والله الله يخليك ان شاء الله اخو ماكو فرق بيناتنا انا اختار كرار اذا ملا مهدي اختار كرار الشمري وكل التوفيق يا كرار باسم اتمنى لك حظ اوفر طيب الله انفاسك وانت دهب. مجرد وصولك لهذه المرحله انت انسان ناجح ان شاء الله وموفق ربي يحفظك ربي يا خادم الحسين طيب الله انفاسك شكرا جزيلا مشكورين نعم اعزائنا المشاهدين مثل ما لاحظنا لا ان شاء الله ان شاء الله باقين حبيبي تسلم نعم اعزائنا المشاهدين مثل ما لاحظنا ملا مهدي وقع اختياره على كرار الشمري ونقول له كل التوفيق حظ اوفر لباسم حساب ويا رب التوفيق لك يا حبيبي